الخس بتاعنا خلاص، احنا كنا زارعينه في كرتونة اهو، كرتونة البيست، دلوقتي هيبقى جاهز ان شاء الله ان احنا نجمعه مع بعض اهو. ماشي، هنقول بسم الله الرحمن الرحيم ونبدأ نجمعه اهو الخس بتاعنا. الجذور اللي احنا سايبينها ديت لو سبناها في التربة هتطلع خس تاني. الخس اللي بيطلع ما بيبقاش صالح للأكل، بيبقى مر، بس لو سبناها تكبر بتطلع البذور بتاعة الخس، بتطلع البذور بتاعة الخس. الجذور اللي احنا سايبينها دي في التربة، لو انا حابب ان انا يبقى عندي بذور ان شاء الله للسنة الجاية بسيبها وبسقيها عادي، بتطلع تاني خس من الجناب وبتطلع البذور بتاعة الخس، بعينها للسنة الجاية في برطمان ازاز وبعدين ازرع منها تاني ان شاء الله السنة الجاية. ده الخس بتاعنا هوت، بعد ما جمعناه اهو هنحطه في البلاستيكية.